بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم ريان أوسين زد. رجعت لكم كمنتر جديد. طبعا لا هو على ماينكرافت ولا كول أوف ديوتي. لعبة جديدة على القناة. تقريبا هي أول لعبة نزلها غير ألعاب الشوتر أو تقريبا. على العموم هي كلها كم نصيحة وكم استراتيجية بقولها لكم. طبعا بس نصيحة اللي ما قد جرب اللعبة أو اللي يتابع الأنمي ولا جرب اللعبة أنصحك قوة إنك تجرب اللعبة. أما اللي ما يتابع ون بيس ما يتابع أنمي حق ون بيس لا يشتري اللعبة مرة لأنه وشو إذا كان مخطط فراس إنه من اللعب يفهم السالفة شل هالفكرة من مخك. لأن في اللعبة نفسها في اختصارات واجد ف يعني طيب. المهم الطريقة والاستراتيجية يعني إنك تدخل نذر لوج أو ماين لوج، تدخل المرحلة 15 اللي هي قدامكم هذه اللي دخلتها. طبعا سوي سكيب لكل شو اسمونه ذيك، والله ما ادري شو اسمه، اذكر اسمه بالانجليزي اللي هي الفواصل هذه والكلام اللي يتكلمون ما ادري ايش هذه، عطى سكيب وادخل اللعب على طول. طبعا هي استراتيجية كويسة، لكن اذا وصلت الاستراتيجية بكلمكم ان شاء الله، لان الحين بسرع المقطع و ايوه باك. هذا المكان مكان استراتيجية. طبعا في البداية الفكرة او الحركة هذه فهم عرفتها من واحد، ربط قناته في الديسكريبشن. صراحة ما قد شفت صراحة من حماسة في التنزيلات تروفي وينوع في الالعاب، يعني تقدر تقول انه جيمر من جد. يعني زوروا قناته لا تقصروا معه، صراحة ينزل اشياء واجد مو ماينكرافت بس، كل الالعاب. اي لعبة جديدة يسوي لها انبوكسنج ويسوي لها تخاتيم ويسوي لها شروحات وتروفي، ف لا تقصروا معها الله لا يهينكم. طيب في البداية اول شيء هذا المكان اللي ما يعرفه واللي ما فهم من المقطع وين ذا المكان، لاني سرعت المقطع ما ودي انه يطول. هذا المكان اللي فيه عين الصقر اللي هو نهوك. طبعا في البداية كذا يمكن تذبح كم شخص او كم جندي بينزل لك نهوك عشان ترتاح، بس عشان ترتاح هذا نهوك نزل عشان ترتاح تخلص من مهوك اول، او يعني زي اللي اذبحه مبكر عشان ترتاح في الجلتش او الاستراتيجية هذه. ميهوك مو بمرة قوي، لكن يبيله كم ضربة قاضية ويموت. طبعا اكيد هالسؤال بيجيني، اكيد انا متأكد من كل مقطع ون بيس يجي هالسؤال اللي يقول لك كيف اسوي الضربة القاضية. اول شيء فوق عيسار اللي هو شخصية ون بيس هذا صورته. طبعا اذا جاك تنبيه اللي زيته هذا اسحب عليه، لا تعطي وجه. اللي فوق الازرق هذا هو الدم حقك. طبعا ما راح تلقاه كذا ابد، انا مطور اللاعب حقه وموصله ليفل 50 فجاي الدم كذا، او الحياه حقتك او العيش حقك كثير، او ما تبدا يمكن يكون نصها او النص، اي تقريبا النص. ف هالاستراتيجيه هي راح تساعدك في انك تلبي بسرعه. الضربة القاضية، معليش طقيت مايك. الضربة القاضية اللي هي اللي تحت ذي الصفرة، زي نظام العيش او نظام الحياة، ما راح تطلع لك اربع شرطات او اربع حركات، راح تطلع لك حركة واحدة ثم بعدها حركتين، ثم كل ما تطور تزيد لك حركة.
كيف تسويها؟ تضغط دائرة بس، ما تحتاج حركة ولا تسوي التو خرابيط هذا، لا بس تضغط دائرة وانت الموضوع. وش بعد كنت بقول؟ بس ودي اعدل المقطع عشان لين يموت ميهوك واشرح لك السالفة، ما ودي المقطع يطول واتمنى ان ودي اسرع. خلاص نشوفكم اذا مات ميهوك. طيب باك. هذا ذبحنا ميهوك. طيب هو الحين بيروح، او اصلا ما ذبحناه انا بس اثرنا فيه، اللي تابع هالمرحله يوم جينا ننقذ ايس. ما مات ميهوك، ضار مع لوفي وعلى طول مشى. الزبده انا الحين كبرت لكم الخريطه. ليش كبرت وعلى اي اساس؟ اول شيء هالمكان هذا الشيء ما ادري انا طلعت من راسي. طيب المكان هذا والجزيره هذه لا تطلع منها، الجليتش هو انك ما تطلع من الجزيره هذه او من الجليد هذا او من المكان هذا. نقطه لازم تنتبه لها او نقطتين، هي نقطتين ولا نقطه والله ما ادري، لا نقطه واحده. الحين تطلع لكم صوره انا صورتها. لازم كل شوي تضغط ستارت وتناظر كم باقي من دقيقه، هذا شيء لازم تعرفه. ليش؟ لان وشيء نقطه ثانيه، بس خلينا نخلص النقطه الاولى زي ما قلت لكم لا تطلع او انتبه للوقت. هو الحين تقريبا 75 ما ادري الصوره كم، او خلينا نروح اشيك وين الصوره. 76 دقيقه و43 ثانيه و07 و7 اجزاء من ثانيه. انتبه لا تقل عن 20 دقيقه، اللي هو هذه 76 لا تقل عن 20 دقيقة. يعني ذبح فيهم، اقعد ذبح فيهم ويعني اكيد راح تمل، لكن اصبر يعني تخيل وراها التروفي، وراها الجلتش او وراها الاستراتيجية تروفي ذهبي، يعني راح تكسب تروفي ذهبي. التروفي هو انك تذبح 100,000 جندي، فيبيلها صبر يعني تقريبا مع كل جيم تذبح 8,000 10,000 على حسب سرعتك. لكن انتبه لا تقل عن 20 دقيقة. ليش؟ عشان راح تواجه يعني شو اسمه ذاك الرجل الثلج، والله ما ادري شو اسمه، راح تقاتل معه وراح يعني تروح جزر ثانية، ف لازم يكون معك وقت عشان تخلصها. شيء ثاني انتبه لا تطلع من الجيم، يعني مو بانك تخلص هالمجموعة وانك تخلص مثلا مجموعة تذبح مثلا 3000 او 4000 ثم تقول يلا بطلع خلاص. لا هذه انتبه لها، يعني لا تطلع تسوي كويت او زبده، لا تطلع وبس، لان اذا طلعت ما راح يحسب لك الكلز او ما راح يحسب لك كم ذبحت ولا راح يحسب لك اكس بي. طبعا الاكس بي زي ما انتم عارفين مختفي الحين. ليش؟ لاني موصل 50. سويت هالجلتش او هالحركه يمكن في يومين، يعني في يومين وضبط معي، بس مو بيومين متواصلين، لا يومين كذا قعدت، يمكن ذبحت واجد زبده ووصلت 50. راح توصل بسرعه سريع 50. طبعا اذا وصلت 50 راح تستفيد من حياتك، راح تزود الحركات، راح تزود. وش بعد؟ لا الله، يعني هذا اهم شيء. ايش كنت بقول بعد؟ اي صح ما كملتكم. الخريطه اللي انا مكبرها قبل شوي لكم، يمكن ارجع لها الحين وكبر من جديد او احط صوره. هذا الشيء طلعته من راسي، اللي هو الجزء اليمين اللي هو اللي انا الحين حاط عليه باللون الاحمر ما راح يرسبن فيه احد ابد، هذه معلومه مني. واذا طلعت غلط او رسبن فيه واحد هناك تعال واشتك عندي وارفع قضيه. يعني هذا دليل انه يعني ما راح يرسبون اللي صار. والاستراتيجيه هي تسحبهم تسوي دائره، تسوي الحركه القاضيه زي ما يقولون. اذا خلصت الطاقه حقت القاضي هذه تروح تذبحهم وتروح تجلدهم وتجمع لك طاقه، فهذا الاستراتيجيه. بس هذا كان شرح الاستراتيجيه، اتمنى الشرح واضح.
هي مو بشرح لكن يعني أبشرحها من جديد عشان للي مستعجل وكذا. أول شيء هذا مكان استراتيجية تذبح ما لا نهاية، الجنود ما يخلصون، وغير كذا إنهم بسيطين. أوه شيء نسيت أقوله، قبل ما تدخل لا تحط نورمال ولا تحط هارد، حط إيزي، لأن ما راح يفرق أصلاً إذا في التلفيل ما راح يفرق إنك حاط إيزي ولا هارد، كلها تحسب على الذبحات، فحط إيزي أحسن لك عشان ما تواجه صعوبات. زي ما قلت لكم هذه استراتيجية ما يخلصون الجنود، استراتيجية تزيد ليفلك بسرعة، استراتيجية يعني كويسة مرة. وغير كذا اللي هو الأهم والأهم إنه تروفي ذهبي، مو بأي تروفي ذهبي، لا هذا تروفي مخفي، يعني ما في أمل تطلعه، هذا تروفي ما يعني زي اللي تكون مخفي ما طلع عنها وما أفصح عن الشركة أو شركة ما أفصح عنها اللعبة، فهذا شيء مخفي. ويعني شيء ثالث حبيت أقوله بعد، انتبه لا تطلع من الجيم. شيء رابع انتبه لا الله ايه انتبه عن 20 دقيقة، لازم تخلي معك 20 دقيقة على الأقل، على الأقل خلها 25-30، لكن 20 وأدنى الدون على قولتهم عشان كمل المرحلة. شيء أخير، قناة واحد الديسكريبشن صراحة هو اللي يعني تعلمت منها الجليتش أو الحركة هذه. اللي مهتم في الجيمينج، مهتم بومبيس ناروتو في أي لعبة، راح تلقى قناته إن شاء الله زي ما تقول سبيل لك، يمديك أو مرجع لك، يمديك يعني تعرف شروحات من عنده وتروفيات. بس أحس إني طولت بزيادة، بس كان معكم أخوكم ريان أوسين زد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.